سلام حبايبي، اليوم رح احكي لكم عن اهم اسرار الكيك. حاعطيكم طريقه تعملوا فيها اسهل كيك واطيب كيك مرتفع كتير ومن جوا مثل القطن. رح خبركن على خطوتين مهمين قبل ما تعملوا الكيك. رح خبركن على المقادير بالتفصيل. قبل ما بلش بدي اقلكن على جروب ماما على الفيسبوك اسمه طبخاتي مع احلاها. روحوا لهونيك انشروا وصفاتكن، بعتوا لنا تطبيقاتكن. هلا من اهم خطوات نجاح الكيك انكم تنخلوا الطحين مع البيكنج باودر، وكمان تختبروا فعاليه البيكنج باودر اذا لسه فعال. كيف بنختبره؟ بنحط شويه مي سخنه بالكاسه وبنحط عليها رشه بيكنج باودر، اذا صارت وطلعت رغوه معناتها تمام وفيكم تعملوا في الكيك. الخطوة الثانية انكم تجهزوا المقادير. المقادير اللي استخدمتها لاعمل هذا الكيك المرتفع 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوب سكر نفس عيار الكوب زيت، 3/4 زيت ابيض وربعه زيت زيتون حصرا، وكاسة عصير بردقان كمان نفس عيار الكاسة، وعنا هون معلقة كبيرة فانيليا وال3 كاسات طحين المنخولين مع 3 معالق صغار بيكنج باودر، واكيد معلقة كبيرة برش ليمون. بنحمي الفرن قبل ما نبلش بخلط المكونات. بدنا 4 بيضات، بدنا كوب سكر، بدنا معلقة كبيرة فانيليا ومعلقة كبيرة برش ليمون. نخلطهم كتير منيح ليوصل للون الأبيض. ضرورية كتير هاي الخطوة. منضيف كوب زيت نفس العيار، كل الأكواب نفس القياس خلوها. بالأخير عندي كوب بردقان مع 3 أكواب طحين منخولين مع 3 معالق صغار بيكنج باودر. بضيف بالتدريج شوية بردقان شوية طحين، شوية بردقان شوية طحين. حركهم بمعلقة لحتى تخلص الكمية، برجع بخلطهم منيح بالخلاط لنصير بهذا القوام. هلأ رح أدهن القالب تبعي بالطحينة وحط في مزيج الكيك، واحمل القالب تبعي حطه بصينية تانية. هاي الخطوة من اهم الخطوات مشان ما يعجن معكم ومشان ما يحترق. حطه بالفرن بالرف الوسطاني على درجة حرارة 180 من تحت، بس ما بفتح عليه لبعد نص ساعة. خفف النار لل 160 وبتركه نص ساعة تانية حسب درجة حرارة فرنكم، وفيكم تحمروا وشه. وهي النتيجة النهائية، ما شاء الله نفش على الاخير وقطني من جوا بجنن. شوفوا لي ما شاء الله هالكيك شو بجنن، شوفوا قديش ما شاء الله انتفخ وقديش وطري وقطني من جوا. حبايبي اذا بدكم كمان وصفات سهلة وبسيطة وما بتتجاوز ال3 دقائق، روحوا على قناتي على اليوتيوب مطبخ آلاء ايزولي، ادعموني وتابعوني واستنوني عم بعملكم وصفات بتجنن. فعلوا زر الجرس على اليوتيوب مشان تصلكم الوصفات اول باول. ولا تنسوا لما تطبقوا وصفة هذا الكيك تعملوا لي منشن على الانستغرام على الستوري لأرجع انشر لكم اياها على الستوري تبعيتي. ويلا نقسم. يا عيني يا عيني، ولا اطيب ولا اطيب، عن جد جربوه وادعوا لي رح ينجح معكم باذن الله. المهم انكم تتبعوا الخطوات، لا تستهينوا بولا خطوة من اللي مروا معنا بالفيديو. وصحة وألف هنا لكل حدا عم يجرب من وصفاتي. بحبكن وبموت عليكن، وانتو عن جد أحلى عالم.